صديقي بسيوني العزيز، وقت ما انت عمال تتقلب زي السمكية البولت كده على السرير وبتحن الماضيك الأليم، كان في اتنين بقى بيفكروا في المستقبل. The future is coming. نبتدي بإيلون ماسك. طبعا كلنا هرسنا قصته واتفرجنا عليها 100 مرة، بس المرة دي انا جاي اديك نبذة عن قوته. هذا الماسك اتولد في جنوب افريقيا ودلوقتي معاه الجنسية الكندية والأمريكية، ده غير طبعا الجنوب افريقية. هذا الماسك يا بسيوني مستثمر ومخترع ومهندس كمان، ده غير ان هو المؤسس للشركة العملاقة سبيس اكس والرئيس التنفيذي بتاعها والمصمم الأول فيها. انت بتنام امتى يا عم؟ مش هتصدق اللي جاي، ركز بقى عشان احنا كده على مؤاخذه بنسخن. بص يا بسوني، المؤسس المساعد لتسلا موتورز بتاعت العربيات الكهرباء دي، ده كمان هو المدير التنفيذي والمؤسس المنتج في نفس الشركه. مش كده وبس، لا، ماسك محفوظ بيضحي النهارده، هو المؤسس لشركه بيبال ورئيس مجلس اداره سولار سيتي. يخرب بيتك في ايه يا عم؟ ايه كل ده؟ انت بتنام ايه بتاع جدع؟ انت بتنام ايه بتاع جدع؟ وفي 2022 يستحوذ ايلون ماسك على تويتر ويفتح المنصة على البحري، نزل اللي تنزله، شاري، بايع، لابس، قالع، اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، خليك بقى فاكر الكلام ده كويس. وفي 2004 يجي عيل صغير كده من امريكا، شعر اصفر وحركاته بتاع، قام عامل لنا برنامج كده، هو اصحابه بقى يعملوا لنا منصة كده ويسموها فيسبوك، عادي يعني بتحصل، ايه دلوقتي اشهر منصة في العالم، بس بتحصل يعني، مش حصلت؟ تبقى بتحصل. وما وقفش هنا، لا، ده اشترى انستجرام في 2012 بمليار دولار، في 2014 يستحوذ على واتساب يا معلم، يستحوذ عليه بكام بقى؟ 19 مليار دولار، وانا اللي مش عايز انزل اجيب عصير من تحت عشان راجل قافل، يا فايق، وكمان يشتري شركة اوكلست بتاعت النظارات الواقع الافتراضي ب 2 مليار دولار، ما تجيب شوية يا عم، ربط كل المواقع دي تحت مسمى ميتا، عشان كان في مشروع واقع افتراضي بقى وبتاع بالنعناع والكلام ده ما تمش في الآخر، فرش لنا الأرض طحينة وما لقيناش واقع افتراضي في الآخر، المهم كل فترة فيسبوك ده الدايرة على المستخدمين، واحد اظهر مثلا مع صاحبه في كومنتاته راح قايل لفظ، خد يا ابني انت هنا، هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي، لا حبيبي حظر 10 ايام وما تعملش كده تاني، ولو عملت كده تاني تشغل دماغك بقى، بلاش غباء، يعني مثلا بدل حرف الاس حط العلامه دي، بدل حرف الار حط العلامه دي، فاهم؟ وبلاش فرانكو بقى، بلاش غباء، عشان بقيت افهم الفرانكو، ها انا ما بقتش غبي زي زمان، جيش تقول لي يا ابني الحلوه، هفهمها والله، والله هفهمها. طبعا وسط الدايره الضيقه اللي المستخدمين اتحطوا فيها، احنا عايزين نتكلم ونعبر، في كوارث ومصايب بتحصل، يعني عندك هتلر ده ممنوع تقول اسمه في الفيسبوك، ممنوع تذكر اسم النازيه او هتلر، تلاقي الفيديو اتمسح من على المنصه على طول، وانت وحظك يا تاخد باني يا تخرج منها سليم. وهنا يحصل الاكشن، لان دلوقتي في مصايب وكوارث عماله تحصل، وفيسبوك كل ما تنزل عليه حاجه يقول لك لا والله ما ينفعش، والله المستخدمين خلاص زهق وبقى من الدايره اللي هم محطوطين فيها دي، عايزين نقول راينا، عايزين نعبر، يروحوا فين بقى؟ يقوموا رايحين على اكس اللي هو ايه، تويتر، يعبروا عن رايهم بكل الطرق وبراحتهم خالص. ايلون ماسك يحدف كوره في جول المستقبل، الله عليك يا ابني الله. ده حتى في مستخدمين تانيين بيروحوا عشان اغراض تانية، ولد مش قول لعيب الحاجات دي، مراهق طبعا. مارك لما لقى الناس كلها رايحه على تويتر تعبر عن رايها سايبه الفيسبوك، اما قايل لك لا، المستخدمين رايحين فين؟ لا خدوني معاكم. وطبعا ايلون ماسك عشان راجل افعال مش بس كلام، وبينفذ كل كلمه بيقولها حرفيا، حتى لما وعدك ان هو يجيب لك النت من القمر الصناعي للموبايل على طول، انت قعدت تقول لا يا صاحبي مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، عيب يا عم، حد بيعمل كده يا صاحبي؟ دلوقتي يا عم خلاص ستار لينك محتل الكوكب كله. بس يوني انت اتفرجت على ايرون مان؟ اهو ده بقى ايرون مان الحقيقي. المهم يا بسيوني ان هذا المارك وهذا الماسك لا يتوافقان مع بعض بربع جنيه، والتحديات القادمه قويه جدا، عشان ايلون ماسك قال هيعمل موبايل تسلا، وده اكيد مش هيبقى موبايل عادي، ده ايلون ماسك يا صاحبي. وكمان مارك لسه لن يعلن فشله عن الميتافيرس، يعني ممكن يفاجئنا في اي لحظه بفشل هذه الميتافيرس او نجاح عظيم وتكنولوجيا جديده. يا بسيوني، اما مارك وماسك دول عليهم حاجات يا راجل. وفي نهايه الحلقه يا بسيوني حابب اقول لك ان الواجهه السمح ده عايز يوصل 1000 مشترك قبل 2024، ما تنساش تدوس بقى على شويه الزرار اللي تحت دول، وانا محمد حسن، سلام. Je ne regrette rien.